عرايس بدون فرن، نص كيلو لحم مفروم ناعم، حبتين بصل مفروم ناعم، فلفل أخضر مكعبات صغير، فلفل حار، طماطم مكعبات صغيرة طبعا حبة، ملح وفلفل، بهارات، ملعقتين كبيرة سمنة وملعقتين كبيرة زيت شعبان. هنعمل ايه دلوقتي يا سيدي؟ شوف عندي هنا اللحمة مفرومة، وعندنا هنا فلفل أخضر مفروم ناعم، تمام، طماطم مفرومة ناعمة، فلفل حار حراق حسب الرغبة، تمام، وعندنا بصلة مفرومة برضو ناعم. طيب احنا هنحط دلوقتي كل الحاجات اللي عندنا اللي قلنا عليها، اللي هي البصل إلا الطماطم، بس مش هحط البندورة دلوقتي لأنها مش عايزاها تتفعص يعني، تمام، فهخليها بس كده في الآخر، أحطها بطريقة رايقة شوية أحني يعني، تمام. طيب هناخد اللحمة اللي عندنا، لحمة خروف، لحمة عجل زي اللي احنا عاوزينه، بس أكيد مع لحمة الخروف هي ألذ طبعا. طيب هناخد اللحمة وهنبتدي نحط لها ملح وفلفل وشوية بهارات، ملح فلفل طبعا. أنا عندي هنا اتنين مقلاية حطاهم أنا على حرارة عالية، حطيتها بس بالبداية صح؟ حرارة عالية في البداية زي ما قلت. البصل أنا حطه شوية حلوين لأن البصل بيديها طعم جميل جدا، تمام. ممكن تطلع لنا الخبز لو سمحت؟ يلا تحت طول. طيب هنفتح الخبز اللي عندنا، وتاني برضو نوع الخبز حسب الرغبة يعني، لو حد عايز يجيب خبز أسمر مثلا اوكي خلاص. طيب هنفتح نعمل اتنين قول يلا كبداية، تمام. حبيت الموضوع بتاع رند، بحب الشوكولاتة يعني، قالت حاجات إلا وفي إضافات يعني على كمية الحديد والحاجات تمام. دي طيب أنا هاخد دلوقتي شوية، ما بعملش طبقة تخينة قوي لأن لو عملت طبقة تخينة قوي مش هتستوي، فبنعمل طبقة متوسطة معقولة يعني، تمام. فهناخد اللحمة اللي عندنا وهنبتدي نفردها في الخبز بالشكل ده لغاية يا سلام ما لحد هون. هاي العرايس بنعرفها، هاي العرايس بنعرفها. هاخد دلوقتي انا السمنه اللي عندنا، وهاخد زيت شعبان، وهحط شويه من السمنه وشويه من زيت شعبان، تمام تمام. طيب تمام. هنحط هنا شويه من السمنه، حلو، وهنحط يا اختي حطي واحده، ونحط نقطه زيت ونقطة زيت، يا سلام ماشي، يعني الحاجة يا تتاكل صح يا ما تتاكلش، يا تتاكل أقل من الصح بشوية. طيب هناخد دلوقتي الخبز اللي عندنا ده بقى وهحطه هنا، يا سلام. تمام، بس حطيته ببتدي أوطي النار، هخلي النار واطية، بس قبل وطي لي النار كده خليها لي 5 أو 4، هاي 4 خلاص تمام كويس كمان، وده هناك. كمان 4. هاخد من السمنه اللي عندي دي والزيت وهبتدي ادهن وش الله يا شيف العرايس الجميله بتاعتي دي يا عيني بهذا الشكل، تمام. ونيجي هنا، فين الغطا اللي طلبته منك؟ هو فين؟ انت بقيت تنسى. هناك يعني؟ هناك والله؟ يلا طب رايح اجيب الغطا يا لو سمحت. تمام.